الو، عسلامة أختي. شو أحوالك هلا؟ الو، وي نسمع فيك مدام أميرة، تفضل. شو أحوالك أختي؟ صراحة الحمد لله يعيشك. والله سميرة. أنا عندي طفل فهمتي عمره 7 سنين، عنده طيف التوحد. إي فقط به صغير، ولكن أهل العائلة والمجتمع ما بيه شيء ما بيه شيء، فهمتي فقط به عام 9 شهور. فهمتي يمشي على طرف صوابعه، فهمتي في بيه. وبعتالي مشيت فهمتي عديت بدوك سيكياتر، قالت لي عندي طيف توحد 4 سنين عديت عليه. ولكن في تكلم كلمات حطيته في روضه، لكن زي ما يقولوا لي في الروضه الكلام يفهم والكلام ما هناش ما يتكلمش. وصلنا لي 6 سنين حطيته في مركز. ما لقيت حتى تحسن، بدي يقلد فهمتي، يقلد في يعني في الصغار، ويجيب لي في حركات اخرى وكسرت فيه الحركات. ولا فهمتي مع شركه فهمتي، وكنت نخدم معاها يعني نخدم معاها، دخلت على الانترنت. سامحني مدام سميره، انت عندك زوز صغيرات، زوز عندهم توحد؟ واحد. اي لانه قلت لي انت في اللوب كل في الروضه، ومن بعد قلت لي مركز. لا قلت لي كان في الروضه وبعد نقلته للمركز. باهي، وقت اللي نقلته للمركز علاش هما رفضوه في الروضه؟ لا انا فهمتي ما لقيت حتى حل، يعني ما عادش قابلين هو لي في الروضه، وكبر ولا عمره 7 سنين. ما عنده حتى حل فهمتي، حتى في الروضات يقولوا لي هو ماهوش عنيف، مطيع، يفهم، ينفذ الاوامر، لكن الكلام ما فماش فهمتي. ساعات تجيه نوبات غضب منين بيحب يعبر على حاجه، ما ينجمش يقول لي فهمتي. يدخل في نوبة غضب، هزيت البيدوبسيكاتر، ما عطوني حتى شيء، اوميجا 3، بيفي ماج، بيري ماج، فهمتي؟ عملت له تخطيط على الدماغ، ما عندهش شحنة، ما عندهش شحنة، وبيني وبينك هو ازماتيك، وخفت باش نعطيه دواية دواية هذه اللي تاع المداولة. مادام ما هزيتوش، عملتوش دي سيونس تاع تقويم نطق والعلاج الوظيفي؟ والله عملت له برا وما فما ما فماش، فهمت؟ يعني هزوا في الفلوس وبرا. ما فماش نتيجة، مرة اثنين والا دواء. لا هزيت برشا، مني عمره 3 سنين. بون هوني مدام راهو الخدمة تاخذ شوية وقت، تنجم في الأول تلقى نتيجة صغيرة، بشوية بشوية التقدم يحصل. طفيف، تقدم طفيف. أنا فهمتي بديت ندخل على الإنترنت، نخدم معاه في التآزر البصري، فهمتي نخدم معاه كل ما هو حسي فهمتي. باش يخضر اليدي، هو فهمتي طفيف المرة الأولى، لكن هو بعتلي حسيته ولا متوسط. تعمق شوية على البداية. أي. إيه خاطر المرة الأولى 3 سنين وحتى ال4 سنين مركز في عيونه فهمتي، بعتلي بعد ال4 سنين عيونه ضاع شوي. لازمنا مدام لازمنا شويه صبر كما قلت لك، خاطر الخدمه مع صغيره هذوما لازم شويه برشا صبر، معناها ما نحاولش اني نبدا نستنى في النتيجه مع تقويم النطق ونقولها وما نطقش وكذا، ويوكل كهزيته للمركز تعكرت حالته اكثر، دونك الخدمه لازم يكون مع المختصين ومعك انت، معناها فهمتي في نفس الوقت. لا هو يخدموا معانا فهمتي، حسيت توني ساعات كي نقول له عاود الكلمه مثلا فمي عيني يعاود معايا، لكن هو نحسه ما يطلبش حاجته، ما يقوليش اعطيني، قال لك كم بالتكرار وبالروتين. يعني هو ما يطلبش، فاهم، لكن ما يحبش يتكلم، ما فهمتاش، ما يحبش، ما ينجمش، فهمت؟ يعني دخلت في دوامة تعبت نفسيا، انا فهمت، خدمت وما ريتش هيك النتيجه اللي تفرحني. مدام سميرة، المجتمع فهمتي، المجتمع الصغار في الحومه ما يحبوش يلعبوا معاه، نقعد واقفه فهمتي، نحب اللعبه، نحب فهمتي، ما يحب يلعب مع حد. الفاميليا زاد ما يحبوش يلعبوا معاه. المجتمع قاسي، وليت فهمتي المناسبات ما نجمش نمشي بحكم العباد فهمتي، ونظره المجتمع ونظره الناس تعبتني بصراحه. يعطيك الصحة مدام سميرة أنك قسمت تجربتك. تفضل مروة، عندك ما تحكي في هذا الإطار. هوني يلزمنا نوسعوا بينا برشا، خاطر راهو حتى كل مرة في بلاصة صغير المتوحد راهو ما يقبلش برشا تغيير، ما يقبلش برشا، ينجم يزيد يأثر عليه ويزيد يعقد الوضعية، هذاك علاش يلزم نوسعوا بينا بالكدا ونخليه له وقت باش يتحسن، خاطر بالحق راهو كان كل مرة تحطه في بلاصة هو ديجا بالسيف باش يخلق
يطلق للريبير نتاعو الصغير. تزيد انت كل مره تحطه في بلاصه هذا يزيد يعقد اكثر الوضعيه، ويزيد حتى هيك التقدم الطفيف يزيد يوخر بتويلي. دونك بالحق نتوجه للاولياء يوسعوا بالهم شويه مع المراكز المختصه ومع الاورتوفونيس ومع مع المدارس. ما نحاولوش كل مره جوست باش نرضيو، خاطر باش نقولها معناها فما اولياء يقول لك ما نحبش نحطه في مركز مختص، نحب نحطه في مدرسة كيما الصغار الأخرين، هز كيما الأولياء الأخرين هز صغيري. راهو فما مش صغار الكل كيف كيف، هذيك هي الدنيا، مانيش الكلنا كيف كيف، فما صغار مختلفين كل واحد شنو يستحق. المراكز المختصة ما هيش حاجة خايبة، راهي خاطر كل صغير شنو لازم، راه ما نجموش الصغار الكل نحطوهم في نفس الإطار، ولا الكلهم يلزمهم يكونوا طبة ولا مهندسين. هذا هو الأولياء ديما يقول لك نحب ولد زبيب، راهو كل صغير وشنو يحب، كل صغير حتى صغير متوحد راك تلقى فيه حاجات، وراهو الخدمة تجيب ديما. أنا نقول راه الخدمة تجيب بالحق، كما الأم لولا زيدة اللي تكلمت هكريت كيفاش بالخدمة، كيفاش تحسنوا بالقدي صغارهم مع الـ مع الـ الإحاطة. الفريق ومع أي. الإحاطة نجموا قدموا بالقدي مع صغير. أما هذا ديما نقول راه الخدمة الكبيرة راهو 70% بريسك مع الولي، خاطر أكثر أغلب الوقت كي تشوف أغلب الوقت يعدي مع الولي، 30% عدي مع الليكيب. هذاك علاش الخدمة يلزمها تكون مشتركة، وإن شاء الله معناها الأولياء يكونوا واعيين أكثر ويوسعوا بالهم بالكدا أكثر. باهي خلينا نخلطوا للحلول، لأنه تقريبا ما زلنا دقيقتين ولا يعطيوناش دقيقة زايدة. باهي سي إبراهيم. بالضبط يكون فما حاجة يكون قالتها زميلتنا أكد عليها، اللي هو العائلة. العائلة لازم تحط في قلبها اللي يروي صغيري، ما نبقاش نعرف في المقارنات ونقول المجتمع مش قابل وكذا، اللي نحط في قلبي ونصبر مع ولدي ونحطه في المؤسسات هذية بقدرة ربي لا بأس. نحكيه على الحلول. أنا اليوم معك في الدقيقتين هذية باش نحلم، نحلم وكأنه القرارات نفذت. فرح اليوم نحس فما فرحة باش تدخل، ونحلم الفرحة ذي باش تدخل الصغيرات والعائلات. نحلم اليوم اللي الوزراء هذا من الكليك اجتمعوا وقالوا كل واحد فيهم شنوش نعطي للأطفال هذوما. وزيد شؤون اجتماعية قالت فما المرافقات لافياس، قالت لي فما عقد نعمل فيه أنا دي كونترا، وهي بالحق فما عقد وفق الأمر 2015. تقول أنا باش نعمل فما جمعيات كيما جمعية فرح، أنا باش نمد إيدي للجمعيات هذه وباش ندعمهم ونعود نعمل عملية تعاقد مع المرافقات هذه. وكل مرة تكبر فيها كيما فما تاع عقود كرامل تاع تفعيل الشهيد العليا، زاد كيف كيف نجم نفتحوا المجال هذا لزافياس هذا باش يكونوا متواجدين وفق الجمعيات، ونقلص شوي من الثقل نتاع الدولة. اليوم وزارة الشباب والرياضة تعرفش تقول، تقول لهم اسمع بيسي مش ندخلوا مجال الأطفال التواحد، ميسيش الأطفال الكل يدخلوا بصفة مجانية للأطفال هذا، ونجم نعطوهم الصباح معناها كصباح كامل ينجم يدخل الفضاءات هذه بصفة مجانية. اليوم وزير الصحة يقول حتى الأطفال هذوما خلينا نقلصوا شوية من الشارج، يقول أنا اليوم راهو بصفة مجانية الأطفال هذوما ينجموا معناها يتعالجوا بصفة مجانية، نحكي العلاج بصفة عامة معناها فهمتني. اليوم الكنام اللي كنت كنام اللي مش ماخذة حتى بخيزون شارج مع صغيرات هذوما، اليوم الكنام تقول لا لازم ناخذ في مادام الحصه واحد تتكلف 25 دينار سواء كان في تقويم النطق ولا يجب، تقول الكنام زاد كيف كيف باش تاخذ. وزاره المراه تقول راني انا اليوم بالنسبه للاطفال هذوما مع شراكه مع الاوتيكا تقول ندخل الاطفال هذوما بصفه مجانيه وهذا موجود معناها فهمتني، تقول ندخلهم على الاقل اموال حتى كان باش ياخذ الولي الشارج نتاع الفياس ديما حاجه قليله معناها اقل برشا. اليوم نقول زاد كيف كيف في الفضاءات، اليوم المدرسة بيدها تولي المدرسة الصديقة، تقع فيها الفضاء الترفيهي، تقع فيها المختص النفسي، تقع فيها المربين المختصين، وتقع فيها وبالتالي يبدا يدخل منهج التعلم. وزاد كيف كيف لا بريزون شارج، وزاد كيف كيف العائلات. اليوم العائلة مسكينة ضايعة، تقول انا وين باش نمشي. انا بسيطة برشا في كلمتين نقول حاجتين تركزوا عليه، ركزوا على ليزاكتيفيتي سونسوريال معناها اللي فيها الحواس اللي باش تفيقك الحواس، اخدم ياسر على الحاجات اللي باش يمسهم، اخدم ياسر خليه يمشي معناها حتى بساقه ساعات نقول لهم خليه يمشي في الرمل ويمشي يلعب ويمشي يحس بك الحواس هذيك، اخدم برشا، اعمل بان كل يوم على حتى ما تهزوش البيسين، كل يوم اعمل له معناها بانو في الماء واعمل له الماساج معناها، اخدم على الحاجات هذه، اخدم على البوانتاج في العينين، خليه يغزل لك ديما في عينيك واحكي معاه، رد بالك تبدا تخدم، انا نقول لهم اللي يخدم يبدا يخدم على ولده خاصة في اللي كا هذاما وهم يغزلوش في عينيك
كأنك تكلم في واحد ما عندوش الريزو. معناها دونك ما تنجمش تحكي مع واحد ما عندوش الريزو. دونك اغزل الطفل هذاك في عينيك واخدم معاه بالخدمه وبالامل وبالصبر، راك باش توصل. الولي رد بك تقول عندي طفل متوحد وانت متقلق وانت تاع ما يهمكش، ولدك فيك تريزور، راه فيه فيه كنز، ابحث عليه وحط الامل في في قلبك وولدك باش يكون. انا نقول من خلال الصوت والمنبر نتاعي، من خلال كنتي فرح، نقول ان شاء الله كل مسؤول وكل حدات يسمعنا باذن ايجابيه. مش مشكلتنا نحب ننقد الدوله التونسيه، نحب نقول للدوله التونسيه راهو حان الوقت باش نقفوا مع الاطفال هذوما، راهو دستور هو نظام الاطفال هذوما حقوقهم، فيقوا نفيقوا ونقفوا معاهم وخلينا نقولوا بالحق، رانا حاسين بكم يا عائلات، يا ام يا ابو قاعد حاجه، راهو كل واحد فينا نجم يكون عنده الطفل هذا، لكن ديما الاراده نتاع بلادنا، ديما عندنا امل في نساء ورجال تونس احرار، اكيد تونس باش تكون بخير وقت كي نضمنوا الحدات. وان شاء الله ان شاء الله في اليوم العالمي للطفل نقى الحلم اللي حلمته معاك فرح اليوم تتحقق من خلال الجلسه مع الوزراء هذا الكل. ان شاء الله سي ابراهيم ريحاني خبير في مجال الاسره والطفوله ومستشار قاضي اطفال، مشكور على المداخله والحضور، مشكوره كيف كيف مروه عبد السلام شندول ومربيه مختصه تابعه للجمعيه التونسيه للنهوض بالصحه النفسيه للتوحد، مشكوره كذلك على الحضور.